The UAE-Israel relationship has, I think it's fair to say, flourished. الإدارة الأمريكية تدرس خطة مشتركة للنظام الإماراتي والاحتلال الإسرائيلي حول مستقبل غزة ما بعد الحرب. مسؤولون أمريكيون كشفوا عن الخطة لموقع أكسيوس أعربوا عن قلقهم لتهميشها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. الإماراتيون عملياً أرادوا تهميش رئيس السلطة محمود عباس وتجريده من أي سلطة تنفيذية واستبدال رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي محمد مصطفى الذي يعتبرونه موالياً لعباس. مسؤولون آخرون رأوا أن الخطة لا تخدم سوى مصالح نتنياهو ومن المؤكد رفضها من الفلسطينيين. الخطة دعت إلى نشر قوة دولية مؤقتة في غزة لتقديم المساعدات وإرساء النظام ينخرط فيها جنود إماراتيون. مسؤولون إسرائيليون كشفوا أن نتنياهو أحب عديد الأجزاء من الخطة الإماراتية لكنه عارض الجوانب الأكثر شحناً سياسية وخاصة مشاركة جزء من السلطة الفلسطينية في حكم غزة ورؤية حل الدولتين. موقع أكسيوس كشف عن لقاءين لأنتوني بلينكين نهاية سبتمبر مع رون ديرمر الوزير الإسرائيلي المقرب من نتنياهو وعبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات لمناقشة الخطة. ديرمر وعبد الله بن زايد طلبا مساعدة الأمريكيين على سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل والإمارات بشأن الخطة ثم منحها التأييد أو تحويلها إلى خطة أمريكية تقدم بعد الانتخابات الرئاسية. לי אין ספק, וזה חייבים להבין את זה, המשטרים הערביים כמו איחוד האמירויות, סעודיה ואחרים, לא מעוניינים שתהיה הפסקת אש. הם לא מעוניינים. והם עושים הכל דקלרטיבית, הפוך. أبو ظبي وتل أبيب تعملان معا للقضاء على مقاومة غزة وتخططان لضمان عدم عودتها في المستقبل، فهل يحققان ذلك أم أنه سيكون لمقاتل القطاع رأي آخر؟